الباقة بربع للكرافس والمعدنوس، أما الريحان فتخطى 500 دينار. التأثر بالأسعار وصل إلى أبسط أنواع الخضار والأسباب كما يعزوها البائعون إلى ارتفاعها من مراكز البيع الرئيسية. يبيعها بسعر عالي، يعني بسعر عالي للزبون. احنا نجي هنا شو نساعد عليهم؟ شيء بسيط يعني 100 دينار 200 دينار، بينما تجي من هناك يساعدونا بعد 500 600، يعني حسب السعود مالتهم هم. اكو ناس حالتهم ما تسمح، يعني مراتي والله العظيم اكثر الاوقات يعني ما نجيب كل مسواقنا اللي نحتاجه، الله شاهد. نجيب ايش اشياء الاساسيه ومرات حتى ماكو، يعني كل اسعار كلش تتقلب برمضان. الطرش العراقي والمخللات الرمضانيه لم تكن بمنأى عن تاثيرات السوق، فالزيادة كانت واضحة على ملامح المحال التجارية التي تشهد تراجعا في البيع والشراء. يعني كل 5000 و4000، أنا بالنسبة لي جيني يعطيني 3000 الكيلو طرشي المشكل. هسه بصايت المستورد هذا تعرف، يعني هسه لو قبل كنا نشمس العراقي نشتغل على العراقي ب 2000 دينار يصرفوا لنا الكيلو. هسه ماكو مستورد طرشي، هسه كله مستورد، هسه كله أكثر شيء مستورد السوري. عندك الطرشي المخلل السوري، وعندك الزيتون دا يجي المصري، ودا يجي مخلل همتين ايراني. تعرف هاي ثلاثة مصادر. قبل لا كنا احنا قبل بايام الخير نشتغل احنا نشبس نبيع الكيلو بألف دينار. انا كنت قبل ابيع يعني الكيلو بألف دينار، هسه يلغوه مثلا المستورد ونشتغل على عراقي بألفين دينار يصرف لنا خير من الله. شنو سبب؟ سبب التجار ماشيين، ماكو رقابة، ماكو حساب، مو قانون قوي صورة صحيحة ويردعهم، ما بيصير هذا الشيء. ويشتكي مواطنون من ضعف الرقابة الحكومية التي جعلت المضاربين يتحكمون بالأسواق وفق ما يحلو لهم. للشرقية نيوز، خطاب عادل بغداد.